عسلامة. أنا اليوم حبيت نشرح لكم مقام الحجاز بشكل مبسط على طريقتي الخاصة. طبعا هذا الفيديو مش مجهول للتعليم أو للشرح يعني المعمق، طبعا هو كل مقام يلزمه شرح طويل وتبسيط قدر الإمكان، ولكن أنا باش نعمل كل شيء بشكل سريع، فقط باش نبسط لكم المعلومة. ولهذا باش نسجل الفيديو هذا، وفي آخر الفيديو باش نحط الإيقاع ونعصف لكم مقام الحجاز كل مرة على درجة موسيقية على أغنية واحدة، يعني نفس الأغنية وتشوفوا الفرق بالأذن كيفاش تختلف درجة الموسيقية. ولهذا هو مقام الحجاز أولا يتميز أنه يرتكز على درجة الري اللي باش نبداو بها، والأبعاد الموسيقية متاعو اللي هي نص واحد ونص نص واحد نص واحد واحد. توا باش نبداو بالسلم الموسيقي. ديما الدرجة الثالثة هي تكون مرفوعة دياز في المقام هذا. نعطيو اكزامبل غنية. الجزء هذا باش يكون مختلف شوية على اللي قبله، باش نبدأ بالفاء، ولكن قبل ما نبدأ حبيت ننوه على حاجة، انه الري والمي في طريقة اللعب متاعهم نوعا ما تشبه بعضها، ولكن الجزء هذا ما بين الفاء والسول ولا والدو كلهم نوعا ما يشبه بعضهم في طريقة اللعب، يعني شوية تركيز. كي مثلا نمسك الكور فاء، نبدأ بالفاء نلعب السلم الموسيقي، إذا نحب مثلا حجاز سول نمسك الأكور سول، إذا نحافظ على الأبعاد نحب لا. نفس الأغنية اللي قلت لكم عليها عن نفس الأبعاد، هذا هو المسلم. مش ما نطولش عليكم، نحب حجي السؤال. Thank you.
إنسان يقول لك نحب فاديز مثلا، تمسك الأكور فاديز، تلعب بالسلم الموسيقي، المهم تحافظ على الأبعاد كما قلت لكم، تلعب وأي أغنية أخرى أكيد في نفس المقام. طبعا معناها كل مقام موسيقي يعتمد على أبعاد معينة تلعبوها بالتكنيك اللي قلت لكم عليه، طبعا تختلف الأبعاد، وتعزفوا الأغنية بتاعكم بشكل مبسط. طيب، شو نحط الإيقاع؟